السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في منصة التعليم الإلكتروني كلية الهندسة جامعة الإسكندرية. معاكم مهندس سيد عشرة، إن شاء الله هنكمل معاكم السكشنز الباقية في مادة ستراكشر 4. طبعا الدكتور في المحاضرة اللي قبل الأخيرة كان اشتغل معاكم على تغير درجة الحرارة، وكنتوا أخدتوا قبل كده موضوع حركة الركائز وإزاي أحسب تأثيرها على المنشآت عن طريق طرق الإزاحة. فإحنا النهاردة هناخد أمثلة بإذن الله على الكلام ده. مبدئيا بالنسبة لحركات الركائز الـ yielding of supports، مبدئيا أنواع حركة الركائز اللي ممكن تحصل عندنا، ممكن يكون عندنا حركة أفقية أو حركة رأسية أو دوران، يا إما سلايدنج أو سيتلمنت أو روتيشن. نتيجة الحركات دي بيتكون عندي fixed end moment على أضلاع المنشأ، زي ما كان بيتكون عندي فيكسد اند مومنت بالظبط نتيجه القوه المؤثره على المنشأ. طيب انا طالما عندي فيكسد اند مومنت اتولد، ممكن استخدم الفيكسد اند مومنت ده عن طريق السلوب ديفليكشن او المومنت ديستريبيوشن في ان انا احل المنشأ بتاعي. فالموضوع الاساسي عندنا دلوقتي ازاي ان انا احسب الفيكسد اند مومنت نتيجه حركه الركائز. طبعا لو عندنا المنشأ فيه حركه ركائز بالاضافه للاحمال ومطلوب ان احنا نحسب تاثير الاثنين مع بعض، فهنجمع الفيكسد اند مومنت اللي جاي من الاحمال وحركه الركائز. بس نقرا السؤال كويس، لان في بعض الحالات بيكون محتاج الفيكسد اند مومنت اللي جاي من الاحمال لوحده ونحل المنشا بيه، ومره تانية نعيد حساب المنشا تاني عن طريق الفيكسد اند مومنت اللي جاي من حركه الركائز. طبعا واحنا بنحسب الفيكسد اند مومنت اللي جاي من حركه الركائز هنعوض بقيمه ومعامل اي اي. احنا دايما بنعوض بمعامل اي اي، لكن لما يكون عندي حركة ركائز أو تغير درجة حرارة أو بريس ممبرز، ففي الحالة دي هنعوض بالقيمة والمعامل وليس المعامل فقط. طيب تعالوا نشوف أمثلة على الكلام ده. مبدئيا احنا عارفين ان اي ضلع بيحصل له ازاحة عمودية عليه، زي ما اتشرح في اول محاضرة تقريبا في السنة، بيتكون نتيجة الحركة العمودية على الضلع قوة بنسميها الفيكسد اند فورسز. واحنا علشان الطرق اللي بنستخدمها دلوقتي بتعتمد على العزوم، فاحنا بنركز اكتر على الفيكسد اند مومنت. واحنا عارفين لو انا عندي ضلع فيكسد بالشكل ده، لو عندي ضلع فيكسد بالشكل ده وحصل عنده ازاحه محوريه او ازاحه عموديه على الضلع عند النقطه دي، عند الجوينت دي وليكن لناحيه الشمال، نتيجه الازاحه العموديه بيتكون عندي عزوم عند اطراف الضلع. بنقول ان انا عندي، عشان نحفظ اتجاهات العزوم صح، بنقول كأن العزم بيرجع الضلع اللي موجود لوضعه الاصلي. يعني مثلا عندي النقطة دي اتحركت لناحية الشمال، فالعزم ده كأنه بيرجع النقطة لمكانها الاصلي، والعزم الناحية التانية بيكون معاه في نفس الاتجاه، وقيمة كل منهم بيبقى 6 اي اي على ال سكوير مضروب في قيمة الازاحة نفسها قيمة الدلتا. وطبعا في الحالة دي بنعوض بقيمة ومعامل اي اي، وطبعا بناخد اتجاه العزوم المتولده في الاتجاه في الحسبان. يعني لو عند حضرتك الازاحه الناحيه الثانيه، كانت العزوم اللي طالعه تبقى عزوم سالبه. طيب لو انا عندي ضلع فيكسد هنجد في الحاله دي، نفس الكلام بالظبط. لو عند الهنج حصل عندي ازاحه عموديه على الضلع وليكن لناحيه الشمال، المفروض كان في عزم وهمي عندي في المكان ده بيرجع الضلع لوضعه الاصلي. كان المفروض عندي عزم هنا بيرجع الضلع لوضعه الأصلي. لكن معلش طبعا احنا لسه بنتعود على النظام الجديد، فده وهمي لأن الوصلة اللي عندي هنا عبارة عن وصلة هنجد، فيتكون الناحية التانية عزم في نفس الاتجاه. يعني انا لو كان عندي عزم هيتكون كده في الاتجاه ده، تمام، بس ده وهمي عشان الركيزه اللي عندي ما بتشيلش عزوم، فهيتكون الناحيه التانيه عزم معايا في نفس الاتجاه، وقيمه العزم المتولد هيبقى 3 يو اي على ال سكوير في دلتا، نتيجه ان الضلع اللي عندي فيكسد هنجد. وفي الحاله دي طبعا هنعوض بقيمه ومعامل اي اي وقيمه الدلتا اللي عندنا، واخلي بالي من اتجاه العزم الموجب. العزم اللي طالع عندي هنا عكس الساعه، فكانت الاشاره بتاعته موجبه نتيجه العزم، يعني هنشوف اشاره العزم المتولد. طيب لو نفس الكلام عندي حركة رأسية، عندي ضلع أفقي بالشكل ده وحصل حركة رأسية هبوط، احنا بنترجم كل الكلام ده لإزاحة عمودية على الضلع،
وطبقا للاتجاه اللي بتحصل فيه الازاحه بنحط عزم كانه بيرجع الضلع لوضعه الاصلي، ولو الضلع فيكسد فيكسد عندنا عزمين وكل واحد منهم 6 اي اي على ال سكوير، ولو عندي الضلع فيكسد هنجد هيبقى عندي عزم واحد وقيمته 3 اي اي على ال سكوير. بعد كده لو انا عندي حركة دورانية عند ركيزة من ركائز المنشأ، فعندي نتيجة الحركة الدورانية بتكون عزوم في نفس اتجاه الحركة، يعني هنا مثلا عندي حركة عكس عقارب الساعة فيتولد عزمين عشان الضلع ده فيكسد فيكسد عكس عقارب الساعة. العزم اللي بيحصل عنده العزم عند الركيزة اللي بيحصل عندها الدوران دوران الركيزة هيبقى قيمته 4 اي اي على ال سيتا، تمام، عشان دي القريبة الركيزة القريبة من السيتا، انما الركيزة البعيدة هتكون عندها 2 اي اي على ال في سيتا. طيب لو الضلع عندنا فيكسد هنجد ففي الحالة دي قيمة العزم هيبقى في نفس اتجاه الدوران دوران الركيزة، واتجاه العزم في نفس اتجاه دوران الركيزة وقيمته 3 اي اي على ال في سيتا. فلو اخدنا مثال زي ده دلوقتي انا عندي فريم بيقول لي ان انا عندي outward sliding delta عند الركيزة بي، عندي عند بي sliding حركة افقية outward يعني خارج اتجاه الاطار، فهيبقى عندي دلتا بالشكل ده، تمام. احنا اتفقنا ان عشان نراجع الكلام تاني ان حركة الركائز بتأثر معانا في قيم الفيكسد اند مومنت، فبالتالي انا هدفي الاول دلوقتي ان انا احسب الفيكسد اند مومنت. فاما لقيت ان انا عندي سلايدنج لبره دلتا والضلع اللي عندي فيكسد فيكسد، فيتكون عندي عزم هنا ام كانه بيرجع الضلع لمكانه، وعزم عند الوصله الثانيه عند طرف الضلع الثاني في نفس الاتجاه، الاثنين زي ما حضرتك شايف في اتجاه دوران عقارب الساعه، تمام. وعشان الضلع اللي عندي ده فيكسد فيكسد العزوم هتبقى 6 اي اي على ال سكوير في دلتا، والدوران هنا مع الساعه، فبالتالي الاشاره اللي عندي هتكون سالبه طبقا لقاعده الاشارات. طيب تعال نشوف مثال تاني على الكلام ده. عندي مثال تاني في structure اهو، في 3 اضلاع، عندي AD وDC وعندي BD، وبيقول ان انا عندي settlement هبوط عند B، تمام. احنا دلوقتي بس بنحاول نستنتج، مش بنحسب قيم بالظبط، ولكن بنستنتج اتجاه الفيكسد اند مومنت اللي ناتجه تبقى عامله ازاي. طبعا فيكسد اند مومنت هتتكون في الاضلاع المتاثره بالحركه، اي ضلع يحصل له ازاحه عموديه عليه هيتكون على طول فيه فيكسد اند مومنت. طيب انا عندي بي نزلت لتحت، تمام، واحنا شغالين ان انا عندي او احنا عاملين نيجلكتنج للاكسيال ديفورميشن، يعني طول الضلع ده ثابت مش هيتغير. فلو انا عندي دي نزلت دلتا، النقطه بي نزلت دلتا لتحت، النقطه دي هتنزل نفس الدلتا، تمام. طيب كويس، يبقى انا كده شفت الحركه او شكل الديفورمد شيب اللي هيحصل نتيجه الهبوط عند البي. طيب مين الاضلاع اللي اتاثرت بحركات عموديه عليها؟ الضلع بي دي ده حصل له ازاحه انتقاليه، مفيش اي حركه عموديه عليه بالنسبه للضلع نفسه، فبالتالي ملوش اي فيكسد اند مومنت. لكن انا عندي الاي دي حصل له حركه عموديه عليه اهي، تمام، النقطه ايه زي ما هي ونقطه دي اتحركت لتحت، تمام. فنتيجة الإزاحة العمودية عليه هيجي عندي فيكسد إند مومنت وليكن نسميه M2، وعشان الضلع ده فيكسد هنجد فتبقى قيمة الـ M2 3 إي أي على ال سكوير، والاتجاه اللي جاي عندي إحنا بنقول بنحط العزم كأنه بيرجع الضلع لوضعه الأصلي، ففي الحالة دي إشارة العزم اللي عندنا هتبقى إشارة موجبة، يبقى موجب 3 إي أي على ال سكوير في قيمة دلتا اللي عندنا. طيب بالنسبة للناحية التانية عندي الضلع دي سي بيحصل له ازاحه عموديه عليه، القيمه بتاعتها دلتا، خلي بالك دلتا اللي هي كانت هبوط الركيزه اصلا عند البي، تمام. فهيتكون هنا عند النقطه دي عزم كانه بيرجع الضلع لمكانه ام 1 وليكن اسمه ام 1، وعزم عند الناحيه الثانيه عند الطرف الثاني من الضلع في نفس الاتجاه ام 1، الاثنين مع بعض بيدوروا في اتجاه عقارب الساعة، فالإشارة اللي عندي هتبقى سالبة، وعشان الضلع ده فيكسد فيكسد الضلع دي سي هتبقى قيمة العزم اللي عندنا سالب 6 اي اي على ال سكوير في دلتا. طيب لو عندي فريم زي ده وحصل دوران عند الـ A في اتجاه عقارب الساعة، فطبعا الدوران واضح قدامك عند الـ A في اتجاه عقارب الساعة، فالضلع اي سي هيتكون عليه عزوم مقدارها عند النقطة القريبة هيبقى 4 اي اي على ال سكوير في سيتا،
ولكن عندي هنا الدوران مع الساعة، فالإشارة اللي عندي هتبقى سالبة، والناحية التانية عزم في نفس الاتجاه ولكن قيمته 2 اي اي على ال في سيتا. تمام، دي كده كانت أمثلة على حساب الفيكسد اند مومنت نتيجة حركة الركائز. تعالى نشوف مثال بالأرقام. المثال اللي قدامنا عندنا في فريم أبعاد، هو عاطيني أبعاد الممبرز بتاعته 30 في 60 أبعاد بالسنتي، 30 في 100، 30 في 60. غالبا بيبقى القيمة الصغيرة هي العرض، عرض القطاع، والقيمة الكبيرة هي الارتفاع، إلا لو قال لك حاجة غير كده. الفريم A C D B عطي لك المودلس اوف الاستيستي 2 × 10^6 طن على المتر سكوير، وبيقول لك انا عايز ارسم البيندنج مومنت دايجرام، وعايز ارسم ديفورمت شيب نتيجه ازاحه اوت وورد سلايدنج ات بي 1 سنتي، ركيزه بي طلعت بره سنتي، وسيتلمنت ات اي 1.5 سنتي، عند الاي نزل عندي سيتلمنت لتحت 1.5 سنتي، وكلوك وايز روتيشن دوران مع الساعه عند البي تمام ب 3 من الف ريديان. طيب انا هدفي دلوقتي ان انا احسب الفيكست اند مومنت، وبعدين لو عايز احل بسلوب ديفليكشن هعوض عن قيم الفيكست اند مومنت في معادلات العزوم الاضلاع واكمل الحل بتاعي عادي. ولكن لو انا عايز احل مومنت ديستريبيوشن هبدا اجيب ديستريبيوشن فاكتورز، واما احتاج الفيكست اند مومنت عشان احطها في الجدول بحسبها نتيجه حركات الركائز الموجوده عندي. خلي بالك انا هنا بقول لك اند، يعني انا عايز الحركه دي، عايز اخد تاثير الثلاثه مع بعض. ممكن في بعض في سؤال تاني يقول لك انا عايز الحركه دي لوحدها اور، والحركه دي لوحدها، او 1 2 3، بحيث ان هو مش هنجمع تاثير العزوم اللي جايه من كل الحركات دي مع بعض، لكن في السؤال ده احنا هنجمع تاثيرهم. طيب تعال نشوف معاملات الاي. هو كان عاطيني قطعين، قطع 30 في 60 هنحوله بالمتر عشان اكمل شغلي كله بالمتر، فهحسب الانيرشيا بتاعته بالمتر، وقطع 30 في متر هحسب الانيرشيا بتاعته بالمتر. تمام، بعد كده هاخد الرقم الصغير فيهم واقول ان هو اي وانسب الكبير ليه، فيبقى عندي واحد منهم اي والتاني 4 63 اي. طيب وانا شغال انا بحتاج قيمه الاي اي، طبعا هو جايب 4 63 منين؟ خدنا القيمة الكبيرة وقسمناها على القيمة الصغيرة، القيمة الكبيرة وقسمناها على القيمة الصغيرة، وحسبنا قيمة الـ EI. هو كان عاطيني الـ E في الأول وهضربها، وخلي بالك الوحدات لازم تكون متوافقة، فدي قيم الإنرشيا الجديدة. تمام، طبعا جبنا قيم الإنرشيا ليه؟ عشان أقدر أكمل حل. فلو خدنا المسألة دي نحلها بالمومنت ديستريبيوشن، فأنت في الأول محتاج قيمة الديستريبيوشن فاكتورز. طيب احنا بنحسب الديستريبيوشن فاكتورز فين؟ عند الوصلات الداخليه مجهوله العزم، يعني انا هحسب الديستريبيوشن فاكتور عند السي وعند الدي عشان دول وصلات داخليه مجهوله العزم. طيب هنجيبهم ازاي؟ هاخد الاول الوصله سي جوينت سي عندها ضلعين، عندي الضلع اللي اسمه سي اي والضلع اللي اسمه سي دي. طيب سي اللي عندي ده كان فيكسد، فهيبقى عنده الكي ار باي اي على ال، ومعامل اي هنا 1، فهحسب الكي للضلع سي اي وبعدين الكي للضلع سي دي، واخد معايا الاي بتاعته في الاعتبار، والضلع فيكسد فتبقى 4 اي اي على ال. حسبت الكي للاثنين، هجمع سمشن الستيفنس للوصله، الرقمين دول هجمعهم مع بعض فاجيب سيجما كي عند الوصله سي. تمام، وعشان اجيب الديستريبيوشن فاكتور هاخد الكي سي اي اقسمها على الكي توتال. تمام، فاحسب ديستريبيوشن فاكتور للسي اي وبعدين ديستريبيوشن فاكتور للسي دي، وطبعا مجموع الاثنين دول مع بعض لازم يطلع بواحد. هكرر الكلام عند الدي، الاضلاع اللي عندي فيكسد، واخد معاملات الاي في الاعتبار، فاحسب ديستريبيوشن فاكتورز اللي عندي بكام. طيب خلصت ديستريبيوشن فاكتور، فانا دلوقتي محتاج الفيكسد اند مومنت. هو كان اعطيني 3 حركات في البدايه، كان بيقول لي انا عندي سلايدنج عند البي، القيمه بتاعته كانت 1 سنتي للخارج، خلي بالك احنا شغالين بالمتر فهنحولها لواحد من 100 متر، فما يحصل عندي سلايدنج للخارج الضلع بي دي هيحصل له حركة عمودية، فالحركة العمودية اللي موجودة عندي تمام هيبقى اتجاه للخارج لانه بيقول لي اوت وورد، فهيتكون عندي عزم كانه بيرجع الضلع لوضعه الاصلي هنا، وعزم الناحية التانية كانه بيرجع الضلع لوضعه او سوري في نفس الاتجاه، والاثنين دول بيدوروا مع الساعة، فالإشارة بتاعت العزم اللي عندي طالعة تبقى سالب، والضلع ده فيكسد فتبقى قيمة العزم 6 اي اي على ال سكويرد الدلتا.
هعوض عن قيمة الاي اي اللي حسبناها من شوية بعد ما كنا جبنا الاي وضربناها في المودرس وفي الاسيستي، واعوض بطول الضلع واضرب في الدلتا اللي عندي، فاجيب قيمة العزوم اللي هنا تطلع معايا بسالب 18 طن في المتر. طيب دلوقتي لو جينا الناحية التانية، كان بيقول انا عندي سيتلمنت عند الركيزة ايه الاسفل بواحد ونص سنتي. خلي بالك لو حصل سيتلمنت هنا الضلع ده طوله ثابت، فيحصل نفس السيتلمنت فوق 1.5 سنتي، فالضلع الافقي سي دي هو اللي هيبقى متأثر بإزاحة عمودية عليه، فالإزاحة تبقى الأسفل عند السي، فيتكون عندي عزم هنا كأنه بيرجع الضلع لمكانه، وعزم تاني في نفس الاتجاه، والاتنين دول بيدوروا مع الساعة زي ما احنا شايفين، فالإشارة بتاعة العزوم الناتجة هتبقى سالب، والقيمة 6 اي اي على ال سكوير في الدلتا اللي عندي. بس خلي بالك ان انا حول الدلتا اللي عندي للمتر، هقسم على 100، ففي الحالة دي جبنا الفيكسد اند مومنت اللي عندنا بكام. طيب بعد كده كان بيقول لي انا عندي دوران عند البي مع الساعة قيمته 3 من 100 راديان، فالدوران مع الساعة هيطلع عندي عزوم في نفس الاتجاه، يعني عزوم مع الساعة اشارتها سالبة، وقيمة العزم القريب من الثيتا هيبقى 4 اي اي على ال، تمام طبعا اشارة سالبة مضروب في ثيتا، فيبقى هيطلع عندي 21.6 بالسالب، والتاني البعيد هيبقى 2 اي اي على ال في ثيتا، فيبقى نصه، فيبقى سالب 10.8. طيب دلوقتي هنجمع الفيكسد اند مومنت اللي جاي عندي. خلي بالك الضلع اللي هو العمود اللي على الشمال ده ما كانش عليه اي حاجه في 3 حالات، والكاميرا اللي فوق كان عليها بس عزوم اللي جايه نتيجه السيتلمنت عند البي، ففي الحاله دي الكاميرا اللي فوق سي دي هيبقى عليها العزمين اللي هو ال 45 السالب 45، وعندك عند العمود اللي على اليمين عنده فيه عزم هنا طالع سالب 18، وعندي عزم هنا كمان طالع سالب 21.6 عند النقطة اللي تحت اللي قريبة من سيتا، وطالع معايا سالب 10.8 عند النقطة اللي فوق، تمام. فهجمع بقى يعني ايه، هنا هيبقى سالب 18 وبعدين سالب 10.8، فهيبقى عندي سالب 28.8 عند النقطة اللي فوق. طيب والناحية التانية هيبقى سالب 18 ومعايا سالب 21.6، فيطلع سالب 39.6. كده احنا حسبنا الفيكسد اند مومنت، ومن شوية كنا حاسبين ديستريبيوشن فاكتورز، فهاخد الكلام ده وابدأ اكون الجدول اللي عندي. هكون الجدول اللي عندي، خلاص احنا جبنا ديستريبيوشن فاكتورز، حط في الجدول ده طبعا الوصلات مجهولة العزم سواء كانت داخلية او خارجية، فهيدخل معايا A و C و D و B، وبعدين اكتب الممبرز واكتب ديستريبيوشن فاكتورز واكتب الفيكسد اند مومنت اللي انا حسبتها. خلي بالك العمود سي اي ما كانش عليه حاجة، وبعدين هنشتغل الجدول زي ما احنا متعودين، نعمل ديستريبيوشن للمومنت اب تو 3 سايكلز، او لو عايز تكمل عن كده تبقى الدقه افضل، بس احنا بنكتفي في الحل شويه بثلاث دورات عشان ما ناخدش وقت كبير، ونطلع نتائج تقريبا مقبوله. خلاص وصلنا للجدول، خلصناه وجبنا الفيكسد اند مومنت. هبدأ احط اتجاهات الفيكسد اند مومنت على حسب الاضلاع، يعني مثلا عندي الضلع اللي هو ده كان الاي سي كان موجب 2.4 و2.36، فيبقى عندي موجب هنا 2.36، ونرسم العزوم زي ما كنا شغالين في السكشن. طيب احنا كده عملنا الجزء اللي هو خاص بحركة الركائز، ازاي احسب المنشأ واحسب القوة الناتجة القوة الداخلية الموجودة على المنشأ نتيجة حركة الركائز، واشتغلنا بطريقة المومنت ديستريبيوشن. طيب لو نفس السؤال كان طالب منك تشتغل بطريقة السلوب ديفليكشن، فطبعا في المسألة اللي فاتت لو نرجع لها تاني، المسألة اهي دي المسألة اللي عندي، فالديجري اوف فريدم اللي عندنا هيبقى عندك سيتا سي، طبعا احنا عاملين نجليكت الاكسل ديفورميشن، وسيتا دي، هما دول بس اللي موجودين معانا، فدول هما المجاهيل اللي هتبقى في سؤال السلوب ديفليكشن. هيبقى الهدف عندي ان انا احدد المجهولين دول بكام، فجبنا المجهول سيتا سي وسيتا دي، بعدين اكون الفيكسد او اكون معادلات العزوم للاضلاع، هاخد كل ضلع واكون معادله العزوم عند كل طرف من اطرافه، هو فيكسد فيكسد، ولو فيكسد هنجد هيبقى عند الطرف الفيكسد بس،
وبعدين طبعا الضلع اي سي ما كانش عليه فيكس اند مومنت لو انت فاكر، نتيجه حركه الركائز العمود اللي على الشمال. انما ضلع زي السي دي هتلاقي ان انت عندك في عزوم كانت موجوده فيكسد اند مومنت اللي هي كانت بسالب 45. وكون معادلات العزوم للضلع السي دي، وبعدين الضلع بي دي، خلي الضلع عندنا دي بي، هكون معادله العزوم للضلع ده. ولكن واحنا شغالين لو انت فاكر الضلع بي دي ده الضلع اللي كان عندنا اللي هو بي دي، تمام؟ فوانت بتكون المعادله لو انت واقف مثلا عند الدي، فيبقى عندك 4 اي اي على ال في سيتا دي زائد 2 اي اي على ال في سيتا بي. طيب واحنا بنحل دلوقتي، احنا طيرنا السيتا بي، تمام؟ لان كان عندها ركيزه فيكسد. ففي احد الناس هيقول لا خلي بالك البي كان عندها دوران معطى في السؤال ب 3 من 1000 ريديان، تمام؟ لا خلي بالك الدوران اللي هو كان موجود في السؤال في الاول، وكان بيقول لك في دوران مع الساعه عند نقطه بي، احنا اخذنا تاثيره خلاص في الفيكسد اند مومنت، فاحنا بنعوض هنا عن السيتا بي، هنحط ان هي بزيرو. طيب كوننا معادلات العزوم والاضلاع، بعد كده نعمل equilibrium equations. عندي مجهولين عايز معادلتين، هعمل اتزان عند السي واتزان عند الدي، جبت معادلتين في مجهولين هحلهم وابدا اجيب السيتات المجهوله زي ما احنا شغالين بالظبط، وتعوض في معادلات العزوم الاضلاع فتحسب العزوم النهائيه بكام. يبقى دلوقتي اللي اختلف معانا في الموضوع كله ان انا عندي حركه الركايز غيرت معايا طريقه حسابات الفيكسد اند مومنت، انما فيما عدا ذلك بنشتغل بالخطوات الطبيعيه اللي احنا متعودين عليها. كده احنا غطينا موضوع حركه الركايز، اتمنى ان هو يكون مفيهوش مشكله، ولو في مشكله هناخدها منكم ان شاء الله في التعليقات. شكرا يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي هنكمل على موضوعنا. احنا طبعا درسنا تأثير حركة الركائز على القوى الداخلية داخل المنشآت الغير محددة. دلوقتي عايزين بقى نشوف تأثير تغير درجة الحرارة على القوى الداخلية والرياكشنز للمنشآت الغير محددة. عايزين نعرف temperature change ممكن يعمل ايه في المنشأ. طيب مبدئيا انواع التغير في درجة الحرارة هتتقسم بصفة عامة لنوعين. تغير منتظم معناه ايه؟ معناه ان انا عندي، تخيل معايا ان انا عندي مثلا قطاع خرسانه مستطيل، كل النقط داخل القطاع الخرساني بتزيد حرارتها او بتقل بنفس القيمه، تمام؟ فاي نقطه جوه القطاع الحراره بتاعتها بتتغير بنفس القيمه، فده بنسميه تغير منتظم uniform temperature change. طيب التغير الخطي لا، بيبقى انا عندي في كل نقطه جوه القطاع، جوه قطاع الخرسانه من نفسه او الستيل، بتزيد حرارتها او بتقل بقيمه مختلفه عن النقط الثانيه، ونقدر نقول ان الكلام ده بيحصل بشكل خطي، تمام؟ طيب هنشتغل ازاي؟ تغير درجه الحراره زيه زي القوى زيه زي حركه الركائز، بناخد تاثيره في الفيكسد اند مومنت، وبعد كده بنكمل السؤال بتاعنا عادي سواء كنت هشتغل بالسلوب ديفليكشن او بالمومنت ديستريبيوشن، تمام؟ يعني في السؤال ممكن يبقى عندك تغير درجه حراره بس، او تغير درجه حراره وحركه ركائز او احمال معاه، فانت بقى يا اما بيقول لك في السؤال هتاخد الثلاثه مع بعض فتجمع الفيكسد اند مومنت، او يقول لك هاخد كل واحده منهم لوحديها فتشتغل كل واحده كانها مساله منفصله. طيب وانا شغال واحد بحسب الفيكسد اند مومنت بعوض بقيمه الاي اي زيها زي حركه الركائز، وزيها زي ما هنشوف قدام موضوع البريس ممبرز. اما الاقي بريس ممبر او الاقي تغير درجه الحراره او الاقي حركه ركائز بعوض عن اي اي كمعامل وقيمه، لكن في الحالات الاخرى هنعوض عن اي اي ك يا اما بقيمتها او بمعامل تكبير، ويفضل ان احنا نشتغل بمعامل تكبير زي ما دكتور مصطفى شرح في المحاضره. طيب تعال نشوف موضوع الفيكسد اند مومنت بيتحسب ازاي. اول حاجه موضوع التغير المنتظم اليونيفورم تمبريتشر تشينج هندرسه ازاي. اول حاجه اليونيفورم تمبريتشر تشينج، تخيل ان انت عندك سيخ حديد تسليح فزودت درجه الحراره بتاعته، كل النقط جوه الحديد بنفس الدرجه، ففي الحاله ديت هيحصل استطاله لسيخ الحديد. لو انت
خفضت درجة الحرارة هيحصل انكماش، يبقى انا عندي التغير اليونيفورم يا اما بيعمل لي استطالة يا اما بيعمل لي انكماش. طيب مقدار الاستطالة والانكماش هيتحسب ازاي؟ عن طريق قانون اللي هو الفا في تي يونيفورم في ال. الفا ده اللي هو معامل التمدد الحراري ثابت 10 اس سالب 5 الا لو كنا بنستخدم ماتيريالز ثانية فهيتغير الرقم ده ليها. والتي يونيفورم هي مقدار تغير درجة الحرارة اليونيفورم، وال هو طول الضلع المتأثر بتغير درجة الحرارة. طيب تعال نشوف مثال ازاي بقى موضوع الاستطالة والانكماش اللي جاي من الحرارة هيأثر معايا على قيم الفيكسد اند مومنت. دلوقتي مثلا لو انت شايف الفريم اللي قدامك ده بيقول لك انا عندي ارتفاع في درجة الحرارة للضلع يونيفورم للضلع سي بي بس ب 30 درجة، تمام؟ طيب انا عايز احسب الاستطالة لان ده ارتفاع، هتساوي الفا في تي يونيفورم في ال بي سي في طول الضلع بي سي. طيب هنشوف بقى الاستطالة دي لما تحصل هيأثر ازاي على الفيكسد اند مومنت لبقيه الاضلاع. بصفه عامه اي ضلع بيتكون فيه ازاحه عموديه، ازاحه عموديه يعني ايه؟ يعني وليكن الضلع اي سي زي ما انت شايف اي وسي كانوا على نقطه واحده، تمام؟ لكن دلوقتي لو خدت لو بصيت تحت بعد ما حصل استطاله للضلع اللي هو سي بي هتلاقي ان النقطه سي ونقطه اي بقى بينهم ازاحه او مسافه عموديه كده، تمام؟ فاي ضلع هيحصل له ازاحه عموديه نسبيه ما بين طرفيه زي الشكل ده هيحصل جواه فيكسد اند مومنت او هيتكون جواه فيكسد اند مومنت. طيب دلوقتي ما حصل استطاله الضلع ده سي مشت شويه ناحيه الشمال، فهنحط اول عزمه عندي الام هنا بحيث اكنه بيرجع الضلع لوضعه الاصلي، وعند الناحيه الثانيه عزم بنفس الاتجاه علشان الضلع اللي عندي ده فيكسد فيكسد، فهيتكون عندي عزمين. قيمه كل واحد منهم هيبقى 6 اي على ال سكوير في دلتا العموديه، دلتا العمودية على الضلع اللي هي المسافة العمودية ما بين طرفين الضلع اللي حصلت نتيجة تغير درجة الحرارة، وطبعا هنا الدوران اللي بيحصل مع الساعة فالإشارة اللي عندك هتكون إشارة سالبة. طيب تعال نشوف لو أنا حصل عندي التغير ده نفس الفريم بالظبط بس هيبقى التغير في الضلع الرأسي اللي هو الـ AC وانخفاض في درجة الحرارة بمقدار 20 درجة. انخفاض يعني هيحصل انكماش للضلع AC هو مثبت عند الـ A، فالانكماش اللي هيحصل هنا هيبقى مقداره ألفا في تي يونيفورم في الـ AC الضلع المتأثر بالحرارة، فنقطة C هتنزل لتحت، فهنلاقي إن الضلع اللي اسمه CB بقى فيه إزاحة عمودية نسبية كده ما بين طرفينه ما بين C الجديدة وما بين الـ B، فده هيعمل مومنت عندي 6 EI على ال سكوير في دلتا الدلتا اللي عندي اللي هي كانت في الاساس جايه من الضلع اي سي، والاشاره تبقى سالبه لان الدوران ده هيبقى مع الساعه. وطبعا بنحط اشارات العزوم ازاي؟ بفرض الاول ام او بحط اتجاه ام كانها بترجع الضلع لوضعه الاصلي، وبعد كده الناحيه الام من الناحيه الثانيه الفيكسد اند مومنت الناحيه الثانيه هيكون في نفس الاتجاه. طيب تعال نشوف مثال تاني ان انا عندي نفس الفريم بس حصل ارتفاع في درجه الحراره للضلعين مع بعض. طبعا كل ده احنا شغالين في اليونيفورم تمبريتشر تشينج. هنا ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندي في ضلع اي سي العمود ده هيحصل له ارتفاع في درجه الحراره يعني هيحصل له استطاله، فهيطلع عندي هنا دلتا 1 بتساوي كام؟ الفا في تي يونيفورم في ال او سوري هم هنا متغيرين، المفروض دلتا 1 هتساوي الفا في تي يونيفورم تمام في طول الضلع اي سي، ودلتا 2 هتساوي الفا في تي يونيفورم في طول الضلع سي بي، تمام؟ طيب حسبنا دلتا 1 ودلتا 2، فلو عايز احرك نقطه سي بحيث ان هي تحرك مسافه افقيه دلتا 2 وراسيه دلتا 1 هو ده المكان المفروض تكون فيه النقطه سي. طيب كويس، اما نيجي نكمل هلاقي ان انا عندي ضلع اي سي حصل له ازاحه عموديه عليه مقدارها دلتا 2، فدلتا 2 هتسبب لي فيكسد اند مومنت مقداره كام؟ مقداره 6 اي اي على ال سكوير في دلتا 2، والاشاره هنا سالبه عشان الدوران مع الساعه. طبعا احنا عرفنا هنحط الاتجاهات ازاي. طيب بالنسبه للضلع سي بي نفس الكلام بالظبط، هيبقى عندي هنا في ام 1 6 اي اي على ال سكوير في دلتا العموديه عليه اللي هي هنا دلتا 1، والاشاره سالبه او الاشاره هنا هتكون موجبه لان الدوران عكس عقارب الساعه. طيب تعال نشوف مثال كمان عندي كده ستراكشر بيحصل له ارتفاع في درجه حراره لكل الاضلاع بتاعته، فاحنا دايما بنبدا من عند ركيزه ثابته سواء كانت هينجد او فيكسد. فانت عندك هنا دي فيكسد سبورت عند الاي سي في ارتفاع في درجه الحراره فيحصل لاي سي استطاله،
فالمفروض نقطة سي تتحرك لأعلى مسافة دلتا اي سي، دلتا اي سي اللي هي الاستطالة اللي جاية من الضلع اي سي. طيب على الاتجاه الأفق الثاني هتلاقي إن أنا عندي بي دي بيحصل له ارتفاع في درجة الحرارة، فبالتالي الركيزة دي هتتحرك شوية ناحية الشمال، تمام؟ فيبقى أنا عندي هنا في حركة اسمها دلتا بي دي. طيب بعدين الضلع اللي اسمه سي دي أول حاجة هيحصل له إزاحة انتقالية، يعني أنا عندي الركيزة سي الأول قبل ما ناخد تأثير تغير درجة الحرارة في الضلع سي دي، زقيت الضلع من هنا دلتا بي دي فيتحرك لنفس الدلتا من هنا بالظبط، فده يبقى مكانه. طب وبعدين اما يحصل له بقى استطالة يبدأ يتحرك ويوصل للنقطة اللي هي هنا. طيب يعني الدلتا اللي هنا هتبقى كام؟ مجموع الاتنين اللي هي دلتا بي دي زائد دلتا سي دي. طيب حددت قيم الدلتا اللي عندي، هشوف الأضلاع المتأثرة بإزاحات عمودية وابدا احسب لها الفيكسد اند مومنت، فهلاقي عندي الضلع اي سي بيحصل له ازاحه عموديه في ام 1 هتبقى 6 اي اي على ال سكوير. في مجموع الدلتات انا بجيب المسافه ما بين النقطه الجديده، تمام، سي الجديده اهي، وما بين نقطه ايه اللي هي نقطه ثابته، المسافه ما بين طرفين الضلع، المسافه العموديه ما بين طرفين الضلع. طيب والاشاره اللي هنا هتبقى سالبه لان الدوران ده مع الساعه. طيب ام 2 نفس الكلام هتساوي 6 اي اي على ال سكويرد، تمام، والدوران هنا طبعا احنا عرفنا ازاي بنحط الاتجاهات، عزم كانه بيرجع الضلع لوضعه والتاني في نفس الاتجاه. والاتنين طبعا عكس الساعه فالاشاره موجبه، فيبقى 6 اي اي على ال سكويرد، والمسافه العموديه هنا اللي هي دلتا اي سي، تمام. طيب طبعا الجزء ده ما تاثرش باي عزوم، ليه؟ لان انا عندي نقطه دي ممنوعه من الحركه في الاتجاه الراسي ودي ممنوعه من الحركه، فهيفضل على نفس استقامته كده، فمش هيتكون فيه اي عزوم كفيكسد اند مومنت. طيب تعال نشوف مثال كمان. ايه اللي هيحصل بقى لو احنا نفس المثال اللي فات بس قفلنا الحركه عند الدي؟ هيحصل ايه؟ اول حاجه بي دي ده هيحب يتمدد الاول، فمش هيعرف ليه، لان هو ممنوع من الحركه الافقيه هنا والحركه الافقيه هنا. احنا طبعا في الاول بنقول ان في ارتفاع في درجه الحراره يونيفورم لكل الاضلاع. طيب فبالتالي خلاص ده اللي هيحصل فيه فعليا ايه؟ هيتكون فيه قوه نورمال نتيجه التغير في درجه الحراره، تمام، لكن احنا مش بندرس الجزئيه دي، احنا مركز على العزوم دلوقتي مبدئيا وبنعمل نيجلكت الاكسيال ديفورميشن. طيب هنيجي في النقطة ديت ايه اللي هيحصل؟ النقطة دي بقت ثابتة، هيحصل استطالة للضلع سي دي لأن التغير اللي عندي موجب، فضلع سي دي هيتحرك كده دلتا سي دي في الاتجاه الأفقي، وبعدين اي سي هيحصل له استطالة فتحرك حركة رأسية دلتا اي سي، تمام. بعد كده بحسب العزوم كأنها بترجع الضلع لمكانه، فهنا هلاقي الام 1 6 اي اي على ال سكوير في دلتا بالسالب مضروب في دلتا العمودية عليه اللي هي سي دي، تمام. يبقى انا بحسب العزم اللي جاي للضلع اي سي باخد الدلتا اللي جايه من الضلع التاني، تمام، ليه؟ عشان هي دي الدلتا العموديه، هي دي المسافه ما بين طرفين الضلع، المسافه ما بين الاي وما بين السي. طيب بعد كده نفس الكلام بالنسبه للضلع سي دي، هحسب قيمه الفيكسد اند مومنت ليه. طيب تعالى ناخد مثال اصعب شويه. عندي المثال ده وعندي ارتفاع في درجه الحراره لكل الاضلاع. هنا عندك نقطة بي ثابتة، تمام، بي اهي ثابتة وحصل استطالة للضلع بي دي، فالنقطة دي هتتحرك ناحية الشمال شوية، والضلع اي دي حصل له استطالة فدي هتطلع لفوق، فالمكان الجديد بتاع النقطة دي هيبقى هنا، بحيث ان احنا ناخد في الاعتبار المسافة الافقية والمسافة الرأسية. طيب وبعد كده اشوف الحركة الافقية اللي موجودة هنا، عندك خلاص قلنا دي بي هيحصل لها استطالة، فالاول الضلع ده اللي هو سي دي هيتحرك شويه ناحيه الشمال وبعدين يحصل له هو كمان استطاله، تمام، فدلتا هنا الكليه تبقى مجموع دلتا اللي جايه من الدي بي واللي جايه النقطه دي سي اصلا اسمها سي واللي جايه من سي دي، تمام. طيب جبنا الدلتات، اجي اشوف الفيكسد اند مومنت بتتكون على الاضلاع المتاثره بازاحات عموديه، فعندك هنا هيبقى عندك في ام 1 6 اي اي على ال سكوير في المسافه العموديه اللي هي دلتا اي دي، ونفس الكلام بالنسبه لاي دي هيبقى 6 اي اي على ال سكوير بسالب عشان هنا الاتجاه مع الساعه، وطبعا احنا عرفنا هنحط اتجاهات العزوم ازاي، والدلتا العموديه هتبقى دلتا بي دي. وام 3 هيبقى عندي في الحاله دي 3 اي اي على ال سكوير، طبعا العزم ده في اتجاه الساعه فيبقى سالب مضروبه في دلتا اي دي اللي هي المسافه العموديه
ما بين طرفين الضلع بعد الديفورميشن، اي نقطة هي ثابتة مكانها والنقطة التانية اتحركت لفوق، فالمسافة ما بينهم هي الـ AD. طيب كده يبقى احنا حسبنا الفيكسد اند مومنت في الحالة دي. طيب تعال نشوف مثال هيوضح لنا فكرة جديدة. انا دلوقتي لو عندي الفريم اللي قدامك ده، الفريم اللي قدامنا دلوقتي ده بيقول لك عندي ارتفاع في درجة الحرارة لكل الأضلاع، فلو جينا نرسم شكل ديفورمت شيب نتيجة تغير درجة الحرارة، أول حاجة العمود ده هيحصل له استطالة فهيطلع لفوق زي ما هو مفيش مشكلة، بعدين العمود ده هيحصل له استطالة فيطلع لفوق. لكن لو تلاحظ هنا أنا قايل إن دلتا واحد أقل من دلتا اتنين، ليه؟ لأن احنا افترضنا إن درجة الحرارة بنفس القيمة أو درجة الحرارة ارتفعت بنفس القيمة، تمام؟ ونتيجة إن الضلع ده طوله أطول بشوية فالدلتا بتاعته هتكون أكتر بشوية، تمام؟ فقلنا إن دلتا 2 أكتر من دلتا 1. طيب الضلع الأفقي اللي هو هنا اللي هو رقم 3 لما يحصل له استطالة، النقطة دي طبعًا إحنا حاطين الأمثلة على الاستطالة بس ممكن يحصل نفس الكلام في الانكماش بالظبط. النقطة دي ما تتحركش في اتجاه إكس فالحركة هتكون من الناحية التانية، ودي سميناها دلتا 3. لو عايزين نحسب الفيكسد إند مومنت فالعمود اللي على الشمال ده مفيش مشكلة، هيتحسب من دلتا 3 اللي هي تبقى 6 اي اي على ال سكوير في دلتا 3 بالسالب طبعا. هنا هيبقى ما عنديش ازاحه عموديه ما بين طرفين الضلع فالمومنت هيبقى بزيرو، انما الفكره اللي عندنا في السؤال هو الضلع اللي فوق. الضلع اللي فوق ده هنتصرف معاه ازاي؟ انا حصل عندي هنا دلتا 2 لفوق، حصل عندي دلتا 1 لفوق، تمام؟ احنا المفروض اللي بيدخل معانا في الاعتبار هي المسافه العموديه ما بين عمودية على الضلع ما بين طرفين الضلع، يعني أنا عندي النقطة دي والنقطة دي، أنا عايز المسافة العمودية كده ما بينهم كام، تمام؟ طيب أنا عندي هنا دلتا 2 وهنا دلتا 1، فالمسافة العمودية ما بين طرفين الضلع هتبقى دلتا 2 ناقص دلتا 1. يبقى أنا دلوقتي لو عايز أحسب المسافة دي كام بالظبط، أنا عايز المسافة من هنا لحد هنا، تمام؟ أنا عايز المسافة دي كده بكام؟ طب المسافة الرأسية دي بكام؟ هتبقى دلتا 2 ناقص دلتا 1. طيب عايزين نحط اتجاه العزوم، هناخد موازي كده دوتد للخط، تمام؟ ويبقى الضلع عايز يرجع لمكانه، عايز يبقى مستقيم زي ما كان، فيبقى ده اتجاه العزم اللي هحطه الاول والتاني في نفس الاتجاه بتاعه، فيبقى كده حطينا اتجاه العزم هيبقى بالسالب في الحاله دي، والضلع ده كان فيكسد في البدايه فتبقى القيمه اللي عندي 6 اي اي على ال سكويرد. طيب كده كانت الفكره في السؤال. احنا كل مره قبل كده كان بيبقى عندي ضلع نقطة فيه ثابتة والنقطة التانية بتتحرك، إنما دلوقتي عندي النقطتين بيتحركوا، واتفقنا إن الدلتا اللي بتستخدم في الحل هي المسافة ما بين طرفين الضلع الجداد، أنا عندي دي نقطة جديدة أهي ودي نقطة جديدة، تمام؟ فأنا عايز المسافة الرأسية ما بين الاتنين دول هتبقى كام؟ طيب تعال نكمل. دلوقتي بقى لو شفنا التغير الخطي، إحنا قلنا التغير المنتظم بيبقى عندي كل النقط جوه القطاع بتتغير بتزيد حرارتها او بتقل بنفس القيمه بالظبط. طيب تعال نشوف ايه ده. تخيل ان ده قطاع خرسانه ارتفاعه اتش، تمام؟ لو بصينا للقطاع بتاعنا هيبقى شكل القطاع عامل كده اهو، لو ان القطاع مستطيل، تمام؟ ده شكل القطاع اللي عندنا. بنقول لك في الخارج بره بيحصل ارتفاع لدرجه الحراره وجوه بيحصل انخفاض بنفس القيمة، تمام؟ يبقى أنا عندي نفس القيمة ثابتة ولكن في ناحية فيه انخفاض وناحية فيه ارتفاع، فهنوصل للشكل اللي قدامك نفس القيمة بالظبط تي لينير، وواحدة موجبة والتانية سالبة. طيب هنحسب ازاي الفيكسد اند مومنت من التغير الخطي ده؟ هيساوي 2 الفا في تي لينير على اتش في اي اي، تمام؟ يبقى ده قانون ثابت، المومنت دايما هيبقى 2 الفا في تي لينير على اتش في اي اي، اتش هو ارتفاع القطاع بالمتر عشان احنا وحداتنا الخاصة بالأطوال بالمتر، اي اي عندك في السؤال طبعا باخدها معامل وقيمة، والتي لينير بعوض عنها بدون إشارة، والألفا اللي هو الكونستانت اللي هو معامل التمدد الحراري. طيب المومنت ده في حالة الفيكسد فيكسد بيبقى تو مومنتس، تمام؟ المومنت اللي عندي الديل بتاعه بيكون ناحية الإشارة السالبة، يعني في الناحية اللي بيحصل فيها انخفاض لدرجة الحرارة. طيب لو انا عندي بقى الضلع فيكسد فبيبقى قيمه العزم 1.5 ام، مش ام بس، يعني 1.5 في الكلام اللي موجود فوق. طيب ونفس الكلام الاتجاه بيكون بحيث يكون دي لسه في الناحيه الشد، يعني في الناحيه اللي فيها انخفاض لدرجه الحراره، تمام؟ طيب الحاله العامه بقى اللي بتحصل عندي ايه؟
احنا قلنا في حالة ان كل النقط بتزيد درجة حرارتها او بتنخفض بنفس القيمة وسميناها يونيفورم. الحالة التانية انا عندي في ارتفاع وانخفاض، ناحية فيها ارتفاع وناحية فيها انخفاض بنفس القيمة. الحقيقة ما بتبقاش كده دايما، يعني مثلا انا هنا عندي السطح الخارجي بره في تي واحد زيادة والداخلي في تي اتنين، تمام، وتي واحد من الظاهر كده ان هي اكبر من تي اتنين، فده ولا هو يونيفورم ولا هو لينير. فاحنا هنقسمه الحالتين مجموعهم يبقى هي الحالة اللي عندنا بالظبط. طيب هنقسم لحالة يونيفورم وحالة لينير، هنجيبهم ازاي؟ تي يونيفورم هتساوي تي واحد زائد تي اتنين على اتنين، تمام، طبعا التعويض بالإشارة، وبعدين تي لينير هتبقى تي واحد الخارجية ماينس تي اتنين بالإشارة على اتنين، تمام، ويبقى أنا عندي هنا حالتين، واحدة يونيفورم وواحدة لينير. طب وبعدين هحسب الفيكسد اند مومنت من الحالة اليونيفورم لوحده والفيكسد اند مومنت من الحالة اللينير لوحده، وأجمع الاتنين فيكسد اند مومنت مع بعض، وبعدين أكمل السؤال بتاعي. طيب تعال نشوف مثال بالأرقام. طبعا زي ما انتم شايفين ان المشكلة كلها في حسبانة الفيكسد اند مومنت، المشكلة مش في الباقي، لأنك منين ما جبت الفيكسد اند مومنت تقدر تكمل السؤال، سواء كنت شغال مومنت ديستريبيوشن أو سلوب ديفليكشن. طيب السؤال اللي عندنا منشأ كده 3 ممبرز، تمام، عاطي لك القطاعات بتاعته كام ومعاملات اي موجوده، وبيقول لك ان انا عندي ارتفاع في درجه الحراره في الجزء العلوي ده ب 20، والباكيه الشمال ارتفاع ب 10، والباكيه اليمين انخفاض بسالب 20، وعندك هنا في دوران مع الساعه عند السي بواحد من 1000. خلي الدوران على جنب دلوقتي، تعال نشوف موضوع تغير درجه الحراره. مبدئيا انا محتاج قيمه اي اي عشان احسب، فهجيبها بالمرة. الاي القيمة الصغيرة 30 في 80 هحولها للمتر وانا شغال، فهجيب الاي واضربها في الاي كانت جيفن عندنا، فهجيب الاي اي عندنا طن في متر سكوير. طيب بعدين هناخد كل ضلع منهم ونشوف الحرارة المؤثرة عليه. خلي بالك الحالات اللي فاتت كلها كان كل الاضلاع عليها نفس تغير درجة الحرارة، انما هنا لا. يعني مثلا لو بصينا على الضلع اللي هو اسمه بي دي، في ارتفاع في الخارج 20 وانخفاض في الداخل بسالب 20، فالحالة دي هي حالة لينير، لينير تمبريتشر تشينج، عندي ارتفاع في ناحية وانخفاض في الناحية التانية بنفس القيمة، فدي خلاص دي حالة لينير، هنشتغل عليها على انها لينير. طيب لو بصينا للباكية او للضلع اللي اسمه اي بي، ارتفاع ب 20 بره وارتفاع جوه ب 10، ارتفاع ب 20 بره على الرسمة دي وارتفاع جوه ب 10. طيب في الحالة دي هنحول الكلام ده ليونيفورم ولينير. طيب اليونيفورم اللي عندنا هيبقى 20 زائد 10 30 على 2 فيها 15 إشارة موجبة، واللينير هيبقى 20 ناقص 10 ادي 10 على 2 فيها 5، فيبقى اللينير اللي عندي ب 5. عشان تحدد الإشارات عندي هنا 15 زائد 5 يبقى 20، فهنا الإشارة الموجبة وهنا الإشارة السالبة اللي هي تبقى 15 ناقص 5 اللي هي ب 10. طيب الضلع الرأسي عندي في ناحية فيها ارتفاع ب 10 والتانية انخفاض بسالب 20، فعندك هنا ارتفاع ب 10 وانخفاض بسالب 20 هحولها لينيفورم، يبقى 10 ناقص او ناقص 20 فيبقى ناقص 20 او ناقص 10 على 2 فيها ناقص 5، فيبقى عندي اليونيفورم هنا بناقص 5، واللينير هيبقى 10 ناقص ناقص 20 فيبقى 30 على 2 فيها ال 15، واحدد الاشارات واعمل تشيك ان انا عندي 15 و5، 15 موجب سالب 5 يبقى موجب 10، سالب 15 سالب 5 يبقى سالب 20، تمام؟ طيب كده انا حددت تغير درجة الحرارة سواء كان لينير او كان يونيفورم، وبعدين ابدا احسب الفيكسد اند مومنت اللي جاي من اليونيفورم واللي جاي من اللينير. طيب اليونيفورم انا عندي الضلعين اللي عليهم يونيفورم، هو الضلع ده عليه يونيفورم موجب ب 15، والضلع الرأسي عليه يونيفورم سالب يونيفورم بسالب 5. طيب مبدئيا الضلع ده ما عليهوش اي يونيفورم تمبريتشر تشينج، فمش هيحصل له استطاله، فالنقطه دي ثابته زي ما هي في اتجاه اكس. طيب الضلع الرأسي عليه تي يونيفورم بسالب 5، فيحصل له انكماش كده مقداره دلتا 1. لو حسبنا الانكماش ده بكام هتلاقيه الفا في تي يونيفورم في ال 10 اس سالب 5 في 5 في 4 هيطلع 2 من 10000 متر، يبقى انا كده جبت دلتا 1. طيب لو بصينا لاتجاه اكس تاني، انا عندي النقطه دي ثابته في اتجاه اكس، وبعدين الضلع ده عليه يونيفورم بموجب 15، يعني النقطه دي هيحصل لها استطاله هنا، تمام. لكن من خبرتنا والامثله اللي شفناها قبل كده احنا عارفين ان دلتا 2 دي ما بتمثلش ازاحه عموديه لاي ضلع، فبالتالي مش هتشارك معانا في حسابات الفيكسد اند مومنت. طيب
لو انا عايز احسب العزوم دلوقتي هيبقى عندي العزم اللي موجود هنا بكام؟ هيبقى ده ضلع فيكسد هينجد، فيبقى 3 اي اي على ال سكويرد. طبعا احنا عارفين نحدد الاتجاه ازاي، مضروب في دلتا واحد اللي موجود عندنا، فيطلع الرقم اللي عندنا 0.427 تن متر. طيب الناحية التانية 3 اي اي على ال سكويرد، بس اتجاه العزم هنا هيبقى سالب، فيكسد اند مومنت سالب في دلتا 1، فاحسب من هنا القيمة دي بكام. فكده حسبت انا الفيكسد اند مومنت هنا وهنا بكام بالظبط. طيب تعال بقى نشوف ده كده نتيجة اليونيفورم. تعال نشوف اللينير. اللينير احنا كنا قايلين ان الضلع ده لينير اللي عليه ب 20 اهو، واللينير اللي على الضلع ده ب 5، واللينير اللي على الضلع ده ب 15، والإشارة السالبة هنا جوه وهنا ناحية اليمين وهنا تحت. طيب احنا طبعا عارفين الإشارة السالبة مهمة جدا عشان أحدد اتجاه الفيكسد إند مومنت اللي جاي من اللينير. طيب تعالى نشوف الكلام ده هنطبقه ازاي. القانون اللي عندنا بيقول ان انا عندي المومنت فيكس اند مومنت اللي جاي من اللينير تمبريتشر تشينج بيساوي 2 الفا في تي لينير على اتش في اي اي. طيب تعالى نطبق الكلام ده. هيبقى عندي هنا مومنت ام 1 بكام؟ ام 1 ده ضلع فيكسد هينجد وعليه لينير تمبريتشر تشينج، فيبقى 1.5 في 2 الفا في تي لينير على اتش في اي اي. تمام. طيب الاتجاه بيتحدد ازاي؟ حط العزم اللي عندي بحيث ان يكون ديل السهم في ناحيه الانخفاض ناحيه السالب، فاما اعمل اتجاه العزم بالطريقه دي هيبقى العزم اللي عندي سالب بيدور مع الساعه، فيبقى سالب 1.5 في 2 في 10 اس سالب 5 اللي هي الالفا في تي لينير اللي هي ب 20. ارتفاع القطاع عندنا كان 80 سنتي، هعوض ب 8 من 10 واضرب في 2 في اي اي اللي عندي، فهحسب الام 1 هيطلع سالب 38 و4 من 10. طيب نفس الكلام في الضلع الثاني عشان هو فيكسد هينجد، فهيبقى 1.5 في 2 الفا في التي لينير اللي هي 5 على الاتش، وهنا طبعا معامل اي اي كان بواحد، فهاخد قيمه الاي اي على طول اللي هي 25600 كنا حاسبينها في الاول في اول السؤال ده. تمام. وطبعا عرفنا ازاي نحط الاتجاه، نحط الاتجاه بحيث ديل السهم يبقى ناحيه الاشاره السالبه. طيب الضلع ده كان التي لينير اللي عليه ب 15 والسالب كان ناحيه اليمين، فاحط العزوم بحيث ديل العزمين يبقى في ناحيه السالب. طيب كده كل واحد منهم ليه اشاره مختلفه، يعني ده مع الساعه اللي تحت ده فيبقى سالب، انما اللي فوق عكس الساعه فهيبقى موجب. طيب بعدين هحسب قيمه المومنت ده بكام؟ فيبقى 2 الفا في تي لينير على اتش في قيمة الاي اي، فهحسب قيمة المومنت ده بكام؟ هيطلع 9.6 من 10، بس انا عارف ان واحد منهم موجب والتاني سالب. طيب دلوقتي انا وصلت لايه؟ حسبت الفيكسد اند مومنت نتيجة اليونيفورم تمبريتشر تشينج، وبعدين حسبته نتيجة اللينير تمبريتشر تشينج. كان في السؤال في الاول قال لي ان كمان في حركة ركايز دوران عند النقطة الموجودة هنا مع الساعة، فالدوران اللي عندي ده هيجيب لي فيكسد اند مومنت في نفس الاتجاه قيمتها كام؟ 4 اي اي على ال و2 اي اي على ال. طبعا الدوران اللي كان موجود كان مع الساعه، فالعازمين هيبقوا مع الساعه يعني اشارتهم سالبه، يبقى سالب 4 اي اي على ال في سيتا عشان دي النقطه القريبه، والبعيده تبقى سالب 2 اي اي على ال في سيتا، واحسب قيمه العزوم اللي عندنا بكام؟ في واحد منهم سالب 25 و6 والتاني سالب 12 و8 من 10. طيب بعد كده هجمع الفيكسد اند مومنت مع بعضه، هجيب الفيكسد اند مومنت اللي جاي من اليونيفورم واللينير والروتيشن. طيب لو خدنا ضلع كمثال احسبه عليه، عند حضرتك النقطة دي عند الضلع ده كان في عزم هنا بسالب 8 من 10 0.85، وكان هنا عندك عزم اللي هو ام 1 بسالب 38 تمام و4 من 10، فاما اجمع الاثنين مع بعض هيطلعوا عندي يطلع الاثنين سالب 39 وربع. تمام. ونفس الكلام بالنسبه لباقي الاضلاع، بس اخلي بالي ان في حاله الفيكسد فيكسد وانا بحسب الفيكسد اند مومنت اللي جاي من اللينير تمبريتشر تشينج زي هنا، هيبقى عندي في عزم منهم موجب والتاني سالب، يعني وانت بتحسب ام 3 ده اشارته معاك هتبقى موجبه، وام 3 اللي تحت التاني هتبقى اشارته سالبه، واحنا عارفين نحط الاتجاهات بناء على ايه. طيب جمعنا وصلنا للشكل النهائي اللي عندك ده، دي قيم الفيكسد اند مومنت النهائيه. طيب وبعدين المساله خلصت؟ للاسف لا، لسه احنا كده لسه بنبدا السؤال.
المفروض بعد كده نجيب الديستريبيوشن فاكتورز لو انا شغال مومنت ديستريبيوشن، واكمل الجدول بتاعي عشان احسب الام فاينل. طب لو انا شغال سلوب ديفليكشن هعوض عن قيم الفيكسد اند مومنت اللي انا حسبتها دي في معادلات العزوم للاضلاع. وبعدين مسألة زي اللي قدامنا دي، الافكتيف ديجري اوف فريدم اللي عندك هتبقى هي سيتا، بس سيتا عند نقطة بي، تمام؟ فهتجيب معادلات العزوم للاضلاع وتعمل الكوليبريم ايكويشن عند البي، وبعد كده تحسب المجهول اللي هو سيتا بي، وفي النهاية خالص هتحسب معادلات العزوم النهائية أو قيم العزوم النهائية للأضلاع عن طريق معادلات العزوم، وإن أنت تعوض فيها بقيمة سيتا بي اللي أنت حسبتها. طيب في النهاية لو أنا عايز دوران عند نقطة معينة، هنشتغل بالفلكسبيليتي ماتريكس. يعني حضرتك لو شغال مومنت ديستريبيوشن وعايز تحسب مثلا الدوران في النهاية عند نقطة دي، هعتبر ان الضلع ده فيكسد، وممكن اعمل معادله سلوب ديفليكشن واحده، او الحل التاني اطبق الفلكسبيليتي ماتريكس على الضلع اللي هو البي دي، تمام، واحسب الدوران اللي عند نقطه دي بكام. طيب ده كده يعني ايه، كان ملخص يعني ونظره سريعه على موضوع تغير درجات الحراره. ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ولو في مشكله يا ريت نشوفها منكم في التعليقات وهرد عليها ان شاء الله. شكرا يا باشمهندس.